الآن تشاهدون فريق الجدعان. يلتقي المهندس محمد الحجاوي رئيس شركة المهندس لتدوير المخلفات والذي نجح في تطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع وشراؤها من المواطنين في مدينة دمنهور، حيث تم اختياره ضمن أفضل الأفكار الرائدة في المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومرشح لعرض مشروعه في قمة المناخ العالمية. فاكرين مشروع المهندس محمد الحجاوي اللي نفذه في مدينة دمنهور، اللي صمم أكشاك رائعة لاستقبال المخلفات المنزلية بعد فرزها من المنبع، يعني كل بيت بيفرز مخلفاته ويصنفها ويسلمها للكشك وهو يشتريها، وحدد أسعار لكل منتج مفروز، يعني الورق لسعر والنحاس لسعر والبلاستيك لسعر والحديد لسعر والكرتون برضه لسعر، حتى القماش القديم بقى لسعر، وحقق المشروع نجاح كبير جداً. المهندس محمد الحجاوي عمل 12 مركز تجميع وفرز للمخلفات المنزلية بمركز وبندر دمنهور وبيشتريها من المواطنين، وكمان عمل كوبونات ممكن يروحوا أي سلسلة تجارية يستبدلوها، بعد كده بياخد المفروزات وبتتوجه لمصانع تدوير المخلفات، والمرفوضات بتتنقل لمصانع عشان تتحول لوقود حيوي بديل في مصانع الأسمنت RDF. أما المواد العضوية فبتروح لمصانع الأسمدة العضوية لتصنيع الكمبوست الزراعي. مشروع المهندس محمد الحجاوي اخترته محافظة البحيرة كأحد المشروعات المميزة للمشاركة في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية. تعالوا في البداية نقابل المهندس محمد الحجاوي صاحب فكرة فرز القمامة من المنبع، واللي بقى من رواد منظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة في مصر. مشروعك عظيم جدا ورصدناه قبل كده ببرنامج الجدعان، وبجد أنا عايز أقولك أن أنت عامل حاجة تستحق الاختيار في المبادرة. كلمني النهاردة عن المنافسة اللي كانت موجودة، أنت كان قصادك في محافظة البحيرة 257 مشروع بيئي في جميع المجالات، كيف تم الاشتراك؟ فزت ازاي؟ المشروعات اللي كانت قصادك احكي لنا. المبادره بدات معانا بالتنسيق مع الاستاذ علي دوما مدير اداره جهاز شؤون البيئه والدكتوره نهال بلبع. تقدمنا في فئه المشروعات المحليه الصغيره فئه حياه كريمه، والحمد لله فزنا بالمركز الاول، وتم تكريمنا في ديوان عام محافظه اسكندريه من الدكتوره نهال ومعالي وزير محافظ الاسكندريه والنائب محافظ مطروح في مؤتمر يوم 3/11، هيتم ترشيح فيه المشروعات اللي هتمثل مصر إن شاء الله في مؤتمر المناخ، ونتمنى إن شاء الله نكون إحنا من ضمن المشروعات دي. فكرنا تاني بمشروع محمد الحجاوي شركة المهندس، فكرة الفرز من المنبع وإنك بتدي للناس فلوس على الزبالة بتاعتها، احكي لنا الفكرة اتعملت إزاي وإزاي الناس استجابت معاك هنا بمحافظة البحيرة. الفكرة قائمة إن إحنا عملنا وحدات ثابتة ومتحركة بديلة لفكرة الصناديق وتراكم المخلفات. الوحدات دي مصنعة من المعدن اللي هي قدامنا دي. مصدر الطاقة بيها عبارة عن طاقة شمسية، بيها وحدة إسعافات أولية ووحدة دفاع مدني، بيها وحدة مكافحة الحشرات الزحفة والطائرة، بيها عدد 2 عمال بيقوموا باستقبال المخلفات من الأسر والأهالي. في نوعين من الأهالي، النوع الأول اللي هو اللي بيفرز من المنزل، والنوع ده بيقوم بوضع المخلفات في الوحدة ويتم أخذ مقابل ليه. فهم الناس يعني الفرز؟ فرز من المنبع يعني البلاستيك لوحده، المعدن لوحده، القماش لوحده، الورق لوحده، كل حاجه لوحدها، واحنا حاطين قائمه اسعار ليها. الاهالي المشتركه معانا اللي بتسلم المخلفات او الكمامه المفروزه وبتاخد مقابل مادي لذلك، سواء مقابل مادي تحويل بنكي، مقابل مادي اموال يعني، او منتج غذائي بيتم استلامه بالتعاقد مع بعض منافذ المنتجات التجاريه في القريب العاجل. بخصوص ده عملتها ازاي الاتفاق ده؟ يعني اجي احط المخلفات هنا، اروح اخد كوبون مثلا اشتري بيه مؤسسه تجاريه؟ احنا بدانا نعمل الفتره الحاليه زي تطبيق الكتروني يتواصل فيه ما بين الوحده وما بين الاسره، بيتم التعامل بيه، بيحدد الكميات وبيحدد الاسعار وبيحدد هو ليه كام وسلم كام. احنا مركزين الفتره الحاليه على نشر الوعي البيئي والثقافي بين المواطنين،
لتحويل المخلفات من عبء ومصدر للمخلفات والتلوث إلى مصدر للربح وعائد مادي ليهم طبعا. بحيث أن الأسرة المصرية تصبح أسرة منتجة. والكبار العالم كله بيعمل كده بالظبط. انت تروح المانيا امريكا بالزبط. بتلاقي صندوق بتحط فيه بيديك سنتات بالظبط فلوس بالظبط. وبالتالي احنا الاسره بتستفيد عده استفادات، سواء استفاده ماديه او استفاده بيئيه وصحيه. المخلفات اللي احنا بنفرزها او بعد ما بنفرزها بنسلمها للمصانع، فبالتالي احنا بنوفر كميات بجوده مميزه لمصانع تدوير المخلفات بدون تحلل حصل ما بين المخلفات وبعضها، بدون تراكم تام. في الحالة دي احنا بنعمل على منع التراكمات والتخلص العشوائي للمخلفات عن طريق الحريق او الدفن. برضو بيقضي على ظاهرة النباشين اللي بتسيء لمصر اصلا. بالظبط بالظبط. وبيقضي على ايضا ظاهرة النبش زي ما حضرتك قلت. والاهم من كل ده ان احنا بنوفر مواد خام وبنعمل عملية تجديد للقمامة تاني عن طريق مواد خام وماتيريال اتعمل لها فرز مباشر من المنبع، بالتالي توصل للمصنع بقيمة وجودة مميزة. طيب اقنعني انا ليه اجي اديك المخلفات بتاعه البيت عندي؟ الاسعار كام يعني؟ انا هتاخد مني النحاس بكام مثلا؟ انا عندي حته نحاس عندنا مثلا النحاس مثلا احنا بنستلمه ب 90 جنيه، الالومنيوم ب 50 جنيه، البلاستيك ب 7 جنيه ده للكيلو الكلام ده للكيلو تمام. الورق ب 3 جنيه، القماش ب 2 جنيه، المواد العضويه بنص جنيه. كل حاجه ليها فايده. المواد العضويه اللي هي بقايا الاكل، بقايا الاكل، بقايا الطعام، بقايا الاكل ده طبعا بيتحول لكمبوست وسماد عضوي، فبالتالي بيساعد على استصلاح الاراضي وزياده خصوبه التربه الزراعيه. ده بعد معاملات كتيره جدا بالظبط. انت النهارده مرشح انك تعرض المشروع بتاعك في اكبر مؤتمر للتغيرات المناخيه في العالم ان شاء الله. معنى كده دي لحظه فارقه في تاريخ مشروعك. بعد كده بتفكر في ايه؟ المبادرة بصراحة أحيت لنا حلم إن إحنا ممكن نحققه، وإن إحنا ممكن نعمم المبادرة دي على مستوى الجمهورية. وإحنا بنرحب بأي شباب حابين يندمجوا معانا في المنظومة. كلهم في محافظته. كلهم في محافظته، نديهم الخبرات اللازمة اللي إحنا اكتسبناها بالمعاملة على أرض الواقع. إحنا لما نقيم الوحدات الفرز الذكية زي دي، إحنا قضينا على مصدر للأمراض والروائح الكارهة التي تؤذي المواطن المصري. صحيح. قضينا على ظاهرة النبش العشوائي، دعمنا القطاع الصحي في الحفاظ على صحة المواطن، دعمنا القطاع البيئي في الحفاظ على البيئة، دعمنا القطاع المناخي في منع الانبعاثات الحرارية ناتجة عن حرق المخلفات دي وتراكمها مع بعضها وتحللها، دعمنا القطاع المجتمعي بدعم الأسرة المصرية بتحويل المخلفات من عبء إلى مصدر ربح، دعمنا القطاع الثقافي والوعي البيئي للمواطن المصري بتغيير ثقافته إن المخلفات دي ليست عبء نهائيا على المواطن المصري، دعمنا القطاع السياحي بإظهار المظهر الحضاري والجمالي للدولة المصرية، دعمنا القطاع التنموي الذي يناشد به معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمنا القطاع الشبابي للمواطن المصري إن احنا ساعدنا الشباب المصري على فتح مشروعات كتير جدا، قطاعات كتير جدا 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 مستفيدة، ومنها القطاع المائي بمنع إلقاء المخلفات في المجاري المائية التي يتم تبطينها، قطاعات عديدة جدا ومنها القطاع المالي يتم دعمه أيضا بتوفير ودعم القيمة المضافة للدولة ودعم نظام الشمول المالي للمواطن المصري، دعمنا القطاع الغذائي بالكمبوست اللي احنا بننتجه هنا هو القطاع الزراعي الذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية ودعم مبادرات معالي السيد رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية للأرض. قطاعات كتيرة جدا جدا جدا. مميزات المشروع ان احنا بندمج ما بين الدمج التنموي والمجتمعي في آن واحد لتحويلهم إلى مصدر لدعم جميع المبادرات الوطنية التنموية الذي يناشد ويعمل عليها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أصدرت تكليفات بالتوسع في مراكز تجميع وفرز المخلفات الصلبة المنزلية في مركز كوم حمادة ومركز حوش عيسى، إلى جانب مركز وبندر دمنهور واللي أنشأها المهندس محمد الحجاوي. يعني تبنت الفكرة تعالوا نقابلها. احنا عايزين الموضوع ده يبقى بداية لتشجيع كل المشروعات البيئية على محافظة البحيرة. احنا هنا من اكبر محافظات الزراعية، من اكبر محافظات اللي بتحافظ على المشروعات البيئية وتدعمها. كيف نحقق ذلك؟ الحقيقة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد العزم على إلقاء الضوء على الحلول الجذرية التي ممكن أن يتم الأخذ بها من ضمن توصيات الكوب اللي جاي إن شاء الله. من ضمن التوصيات
محافظتنا شاركت بست مشروعات بتخدم كل من قطاع البيئة، قطاع الزراعة الخضراء الذكية، التكنولوجيا الزراعية، المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الفصل من المنبع اللي حضرتك زرته، وإن شاء الله يبقى فيه تركيز أكتر على بقية المشروعات. المشروع ده بدأ في محافظة بحيرة بقاله حوالي سنة ونص، وإحنا رأينا نتوسع فيه وشارك معنا بقوة، وعنده فرصة شديدة إن شاء الله قريبا للإعلان عن وجوده في منصة الجرين زون في شرم الشيخ عشان يعلن عن الحلول الخضراء اللي من محافظة البحيرة. التجربة دي عايز أقول مش أول مرة في مصر، لكن أثبتت إن مع التكرار والالتزام بتوعية الناس ممكن يبقى فيه استجابة إن هم يودوا المخلفات القمامة بتاعتهم لهذه الأكشاك اللي بتاخد عنهم عبء يعني كبير جدا. كبير. تقييم حضرتك للتجربة لغاية النهاردة ومدى نجاحها، تجربة منافذ بتاخد من الناس المخلفات بتاعتهم وبتعلمهم الفصل من المنبع، تقييمك للتجربة دي في محافظة البحيرة النهاردة؟ والله أنا بشوف إن هي تقييم يعني تقييمي لها إنها تجربة جيدة حتى الآن، وفي بعض المعوقات طبعا ظاهرة النبش وظاهرة الأماكن الوسيطة لتجميع القمامة. محافظة البحيرة فيها 15 مركز ومدينة، منهم العاصمة دمنهور. دمنهور فيها ما يقرب 1,300,000 نسمة، دول متحركين يعني بيدخلوا بيطلعوا دمنهور خلال اليوم. متوسط حجم القمامة اللي بتنتجها 4,000 طن يومي، وده رقم ضخم. احنا عندنا 3 مصانع تدوير في محافظة البحيرة، أقربهم مصنع حوش عيسى للتدوير القمامة، وهو ده اللي احنا بننقله. حاليا تم انشاء محطة وسيطة لاستقبال القمامة بدلا عن الاماكن العشوائية لتجميع القمامة. المحطة الوسيطة دي بتكلفة من وزارة التنمية المحلية جهاز المخلفات الصلبة ووزارة البيئة، وتم افتتاحها منذ عام ونصف وتعمل بشكل جيد. اللوجو بتاع المحافظة بتاعتنا في الصناعة والزراعة والتاريخ. خلينا نتكلم على مشروع هام جدا. الرئيس قال هندخل الريف المصري هنخرج منه حاجة تانية، يعني مصر هتبقى حاجة تانية. بنحقق النهاردة من خلال مشروع حياة كريمة على مستوى محافظة البحيرة، المحافظة طبعاً الأكبر في الزراعة في مصر. طبعا محافظة البحيرة محافظة تتنوع مصادر دخلها ومواردها، أولا الزراعة، أولا بحوالي 1,800,000 فدان للزراعة، بتتنوع من الموالح وزراعة طبعا القمح والرز والمحاصيل الاستراتيجية، في جزء من مشروع مستقبل مصر متداخل إداريا مع حدود محافظة طبعاً البحيرة، في جزء من دلتا الجديدة متداخل إداريا مع محافظة البحيرة. محافظة البحيرة لديها قلعة صناعية في كفر الدوار متمثلة في مصانع الغزل والنسيج. طبعا سابقا كان في مصانع اللي هي تتبع وزارة قطاع الأعمال، ولكن أنا أكلم حضرتك على مصانع القطاع الخاص الحالي اللي بيعمل في مجال الملابس، الملابس الجاهزة وبيقوم بالتصدير. عندنا كمان يعني محافظة بتتمتع بجانب الثروة الحيوانية، احنا رقم 2 على مستوى الجمهورية في تربية المواشي والأغنام والأبقار، رقم 1 على الجمهورية هي محافظة الشرقية، وده بنفخر بيه. كل ده يخلي محافظة البحيرة هي منبع المنتجات الغذائية والمنتجات اللحوم والألبان لباقي محافظات مصر بل ولأوروبا والعالم. صدرنا في الفترة اللي فاتت مع وباء كورونا العالمي لجميع دول أوروبا، خاصة البرتقال والموالح، لأن طبعا كان في احتياج لفيتامين سي. رقم 1 في العالم تصدير موالح. بالضبط، بنصدر حتى للصين، وممكن أبقى أخذ لحضرتك يعني جولة في مصانع تصدير الموالح والفاكهة. طبعا حياة كريمة، مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة البحيرة، بنتشرف باختيار محافظة البحيرة من خلال فخامة الرئيس ومعرفته الشديدة باحتياجات المحافظة، كونه شغل منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية في وقت ما، فسيادته عارف محافظة البحيرة تحتاج إلى الدعم الكبير. كانت مصنفة من آخر 5 محافظات من ناحية الفقر ومن ناحية نسبة الأمية والإعالة. وكان مؤشراتنا الديموغرافية في 2018 حمراء، واللون الأحمر يعني الخطورة الداهمة لابد التدخل. فمن هنا جاء اختيار محافظة البحيرة بست مراكز كبرى، ست مراكز بها 42 قرية
أم و95 قرى صغيرة وما يقرب من 3270 تابع وعزبة ونجع. بنينا 380 مدرسة لحياة كريمة، كلهم انتهوا، كانوا ما بين صيانات وإنشاء جديد وتوسعات. كثافة الفصول في محافظة البحيرة في بعض المراكز النائية وغير النائية والمكتظة تصل ل 35 و30 طفل في الفصل، وأقدر أخد حضرتك في زيارة. ولكن ما زال المدينة تحتاج إن شاء الله في الفترة الجاية للتوسعات عشان ننزل بكثافات. أنا سعيدة بالكثافة يا فندم، لأن ده بيدل على الإقبال على التعليم طبعا. في وصولنا لمحافظة البحيرة كانت نسبة الأمية 38%، ولكن الآن إحنا 30% ويمكن أقل كمان في آخر إحصاء من مجلس قومي للسكان، وده معناه إن إحنا في إقبال على محو الأمية في محافظة البحيرة. محافظة البحيرة بيتم تنفيذ المشروعات. أكبر معوق يمكن بنلاقيه هو عدم صبر المواطنين، احتاجوا الكثير في فترات طويلة، ولكن ما متعودين بكرة نخلص، يعني بكرة الوقت إن إحنا ننفذ لهم في الوقت وفي الحال، وإحنا عند حسن ظنهم إن شاء الله، وبنزور المراكز اللي بيتم تنفيذ فيها المشروعات أول بأول. وتم تشغيل جميع المدارس، دخلت في الخدمة هذا العام الدراسي أول مرة 11، وكل الأطفال لما زرتهم في حياة كريمة أسألهم مدرسة إيه رأيك فيها، يقول لي جميلة أحلى من اللي فاتت، إحنا مش عايزين نروح اللي فاتت. إن شاء الله الجاي أحسن والخير كله لبلدنا بإذن الله. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد عمليات حصاد الجمبري في المزرعة النموذجية بمشروع المغرة، والتي تبلغ مساحتها 2000 فدان، وينفذها المهندس حاتم الكومي رئيس مجموعة الكومي جروب بالشراكة مع شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن التصرف في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان.